السلام عليكم، معاكم سارة من قناتي مطبخ سارة عطية. النهاردة هنعمل فطيرة الجلاش بالجبنة والبسطرمة، حاجة كده بجد لذيذة جدا وهتعجبكم، وخصوصا ان طريقتها سهلة، اسهل بقى من عمايل الفطير والفرد والعجن. النتيجة بتاعتها هتكون مرضية جدا بالنسبة لكم وهتكون الطعم واو. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ياريت لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات أول بأول. ويلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا للنهاردة. هنبتدي أول حاجة نجهز خليط التوريق اللي هنستخدمه في توريق الفطيرة بتاعتنا. أول حاجة هنحط نص كوباية من كريمة الطهي، لو مش متوفرة عندك تقدري تحطي زبادي أو قشطة، وممكن لبن، استخدمتها قبل كده بلبن، المهم تستخدمي المتوفر عندك من اللي أنا قلته. دلوقتي بقى هنحط نص كوباية من السيفن اب، برضو تقدري تستخدمي اي نوع من المياه الغازية، المهم يكون لونه ابيض. وزي ما انتوا شايفين الكوباية اللي انا بعاير بيها هي اللي بستخدمها في كل المكونات. دلوقتي هضيف عليهم نص كوباية من الزيت وهبتدي اقلبهم كلهم كويس مع بعض. هحط عليهم كمان رشة صغيرة من الملح، بس ما تكتريش الملح لاني هستخدم جبنة وبسطرمة وهم فيهم كمية كويسة جدا من الملح. هقلبهم كده مع بعض كويس. بعد ما اديتهم كم تقليبة كده بالشوكة، خلاص كده خليط التوريق جاهز معايا، هسيبه على جنب واشوف بقى بقية الخطوات بتاعتي. دلوقتي هجيب لفة من الجلاش، هو ده النوع اللي انا مستخدماه. هنبتدي دلوقتي نطلعه من العلبة بتاعته ونحطه على اي فوطة نظيفة بتاعت مطبخ تكون كده طرية شوية، يعني تكوني رش عليها حاجة بسيطة من المية عشان الجلاش ما ينشفش منك وانتي شغالة. زي ما انتوا شايفين كده فتحناه، بس طبعا هو ناشف عندي لاني كنت محتفظة بيه في الفريزر، بس طبعا تقدروا تجيبوا النوع الطازة او تستخدموا زي ما انا مستخدمة كده نوع تكوني شايلاه عندك في الفريزر، يعني في الوصفة دي مش هيفرق النوع ان هو يكون طري. بعد ما فردته دلوقتي بقى هجيب البايركس اللي انا هشتغل فيه. هنبتدي ناخد ورقة ورقة من الجلاش ونحطها في القعر بتاع البايركس. زي ما انتوا شايفين عشان الجلاش عندي كنت محتفظة بيه في التلاجة ناشف فتقطع مني، بس مش مشكلة، ببتدي احط جزء جزء والباقي بكمله بورقة تانية، يعني لو تقطع منك ما تعمليهاش مشكلة وتقولي الاكلة باظت مني، لا عادي، بنحط جزء ونبتدي ندهنه بخليط التوريق اللي احنا جهزناه، وبس تدهنيه كويس كده بالفرشة بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، يعني نعمله بطريقة الطبطبة كده. وبعد ما خلصت الورقة اللي انا حطيتها هكمل الجزء الناقص بورقة تانية. زي ما انتوا شايفين اي جزء ناقص بكمله بورقة جلاش تانية، وبرجع برضو بالخليط بتاعي اعمل عليه كده نظام الطبطبة بالخليط التوريق اللي احنا مجهزينه مع بعض بالفرشة كده، وبالراحة انزل عليها شوية شوية. اهم حاجة الخليط بتاعي يغطي كل الورقة اللي عندي، يعني ما يكونش فيها جزء ناشف، وفي نفس الوقت يعني ما يكونش زيادة قوي عشان ما يعجنش معايا الجلاش، خير الامور الوسط. وبخلص بقى حوالي 8 طبقات من الجلاش. ودلوقتي بعد ما خلصتهم هبتدي بقى احط الحشو بتاعي. انا معايا هنا جبنة تركي مبشورة، هبتدي احطها كده في النص. زي ما قلتلكم انا قللت الملح لان الجبنة فيها حدوقية، وكمان البسترمة اللي هحطها بتكون حادقة عشان يكون متوازن في الملح بتاعه.
بوزع الجبنة كده بطريقة مظبوطة وحلوة بحيث ان هي تكون مالية كل الحشو بتاعي. بعد ما خلصت الجبنة بقى بكون محضرة بسترما. طبعا الكميات دي حسب ما انتوا بتعملوا. هبتدي اغطي الجبنة بالبسترما، وتقدروا طبعا تغيروا الحشو للحشو اللي انتوا عايزينه. بعد ما خلصت بقى البسترما هبتدي اغطيها بجبنة موتزاريلا. طبعا دي بتعادل الحدوقية عندي، وغير كده بتدي مطة حلوة جدا. بس عايز اقول لكم على سر صغير، ان الجبنة التركي مع الجبنة الموتزاريلا بتكون المطة بتاعتها احلى ما تكون الموتزاريلا لوحدها. فجربوهم الاتنين مع بعض وابقوا ادعولي من المطة اللي هتطلع معاكم. بعد ما خلصنا كده بقى هنرجع نكمل بقية الطبقات اللي فوق من الجلاش. هنحط بقى ورقة تغطي الحشو، وبرده الأجزاء الناقصة بكملها بورقة تانية. ونرجع ندهنهم كويس بخليط التوريق بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده وبعد ما دهنتها كويس ببتدي برضو احط ورقة تانية واكملهم لغاية ما اخلص كل الطبقات اللي معايا. بعد ما خلصت بقى بجيب السكينة اللي هي الباردة بتاعة السفرة، وابتدي كده ادخل الاطراف لجوه عشان تطلع لي شكل الجلاش منظم من على الاطراف، وما يكونش فيه اي حاجة طلعة كده يكون شكلها مش حلو. هي عشان باردة ومش حامية مش هتقطع لك الورق، فانتي بالراحة كده دخلي الاطراف لجوه. زي ما انتوا شايفين خلاص سوينا الصينية بتاعتنا. دلوقتي بقى هندهن تاني بخليط التوريق من فوق. ندهن الوش كله كويس. وزي ما اتفقنا ما نسيبش اي جزء ناشف عشان يطلع معانا حلو ومورق. بعد ما خلاص دهناه كويس بنجيب بقى سكينة حامية ونبتدي بقى نقطع الصينية قبل ما تدخل الفرن. طبعا التقطيع دي ترجع لك زي ما انت حابة قطعيها او حسب الكمية اللي انت عايزة تطلعيها بعد ما تستوي. طبعا نراعي ان التقطيع يكون لحد تحت عشان ما تقطعيش من فوق والجزء اللي تحت يكون مش مقطوع. بعد ما قطعناها كده ناخدها بقى تقطيع من النص. انا عاملاها هنا على 2، تقدر انت تعمليها على 3. خلاص كده خلصنا تقطيعها. دلوقتي بقى هنجيب اخر حاجة في خليط التوريق بتاعنا، نقلبه تقليبة كويسة، وبعدين نبتدي ننزلها على الجلاش كله من فوق. يعني بعد ما خلصنا دهن كل الطبقات اللي يفضل معانا نرشه على الجلاش من فوق. نبتدي بقى نحرك البايركس كده في كل اتجاه عشان اي جزء ما دخلش فيه الخليط بتاع التوريق يدخله كويس ويكون مغطي كل الصينية بتاعتنا تماما. تمام كده.
دلوقتي بقى انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، دخلت الصينية بتاعتي، طبعا لازم يكون الفرن سخن قبلها، بسيبه في الفرن لغاية ما ياخد لون ذهبي من على الاطراف، وبعدين اديله لون حلو من فوق وابتدي اطفي عليه. ده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، زي ما انتوا شايفين لونها بيكون حلو جدا والتوريقة بجد روعة. بعيد تاني على التقطيع عشان يكون متقطع بطريقة منتظمة، وزي ما انتوا شايفين الجبنة بتشد معايا اول ما طلع السكينة من التقطيع. مش عايزة اقول لكم على ريحتها، بتكون فظيعة بجد، لما تجربوها هتعجبكم جدا. كده خلاص عدت على التقطيع وبقت تمام، هجيب بقى فوطة نظيفة وابتدي اغطي عليها وهي سخنة عشان تكون طرية، لو ما غطيتيش عليها هتبقى ناشفة معاكي جدا وتبتدي تعمل اللي هو الصوت ده، فالافضل ان انتي اول ما تطلع من الفرن تغطيها، هتطلع معاكي طرية وجميلة جدا. قدمنا الفطيرة بتاعتنا خلاص، احنا كده خلصناها، بجد سهلة جدا، طبعا مفيش اسهل من كده. الناس اللي بتحب الفطير الشرقي الوصفة دي هدية ليكم، لانها نفس نتيجة الفطير الشرقي من غير فرد ولا عجن، وطبعا طعم الجبنة مع البسطرمة بيكون حلو جدا، ان شاء الله كل اللي يجربها تعجبه قوي. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي هنشوف التوريقة بتاعت الفطيرة بتاعتنا، وكمان المطة بتاعت الجبنة اللي انا قلت لكم عليها عشان خلطت الجبنة التركي مع الجبنة الموتزاريلا. جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. اتمنى كده لو عجبكم الفيديو بتاعنا للنهاردة ما تنسوناش في اللايك والشير، وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الفيديو، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. كان معاكم سارة عطية، اشوفكم في وصفة جديدة، باي باي.